اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد عندنا كلام كتير جدا على الاهلي واستعداداته للمباراه المقبله امام المحله في بطوله الدوري، والمباراه يعني الهامه جدا جدا بالنسبه لفرقه النادي الاهلي في اطار محاوله من محاولات يعني الاستمرار في البدايه والانطلاقه المميزه جدا بالنسبه للفريق مع المدير الفني الجديد مستر مارسيل كولر. انتصارات من ساعه ما الراجل تولى المسؤوليه على المستوى الرسمي، مباريات كلها ما شاء الله لا قوه الا بالله ماشي فيها الاهلي بشكل جيد جدا، سواء على الصعيد الافريقي بدايه مباراه ذهابا وايابا امام اتحاد المنستيري، عندك ثلاث مباريات في الدوري قبل فتره التوقف، وكان في وسطهم كده مباراه الزمالك في السوبر فقدرت كمان تكسب كل هذه المباريات، رجعت بمباراه مهمه كمان جدا جدا امام فريق طلائع الجيش وقدرت انك تكسب وتتصدر بشكل منفرد جدول الدوري وبشكل مبكر، وده المطلوب في فترة مهمة قوي ان انت تحاول يعني تقدر ان انت تكسب اكبر كم ممكن من النقاط او تحصد اكبر كم ممكن من النقاط، وده بيبقى امر مهم في بطولات الدوري. ممكن البعض بيتكلم شوية على الاداء، واكيد الناس كلها ليها الحق ان ممكن يقول لك اصل الاداء مش هو اداء النادي الاهلي، لسه في افضل من كده. طبعا في افضل من كده بكتير، لكن لازم نحط في الاعتبار ان احنا عندنا لسه مدير فني جديد، لسه مدير فني بيقف على الامكانيات بتاعه الفرقه بنسبه اكبر بكتير من النسبه اللي هو وصل لها. طبعا هو اكيد تخطى ال 50 و 60 و 70% كتقييم لامكانيات اللاعبين، لكن اكيد محتاج المزيد من الوقت يعني. فكل الدعم والمسانده ليه بالطبع، والاهم بالتحديد بالنسبه لي في مباراه طلائع الجيش هو كان اول سيناريو اتعرض ليه كولر انه يتاخر بهدف من ساعه ما جه النادي الاهلي. فانت خلصت الشوط الاول خسران 1-0 قدام الجيش، الشوط الثاني قدرت انك ترجع، دي حاجه ايجابيه جدا يعني. احنا زي ما بنبص مثلا حته الاداء، الاداء مش افضل حاجه واحنا متفقين على كده ومتاكدين ان هيكون في افضل كمان من كده بكتير، لكن لازم نبص على الايجابيات. من ضمن الايجابيات المهمه ان انت بترجع في المباراه بشكل مميز قوي. فالاهلي تاخر في الشوط الاول، الشوط خلص 1-0 لطلائع الجيش، لكن على طول في الشوط الثاني قدرت ان انت تجيب هدفين مهمين جدا، هدف عن طريق احمد عبد القادر بصناعه من برونو سافيو، وهدف اخر لعمرو سليمان من ضربه جزاء ايضا ساهم فيها برونو سافيو اللاعب اللي بينافس على جائزه لاعب الجوله من قبل رابطه الانديه المحترفه. فدي كلها مؤشرات ايجابيه للغايه، لكن اكيد نتمنى الافضل من كده بكتير بالنسبه للنادي الاهلي. بس انا بس عايز اقف عند حته مهمه قوي يا جماعه، ويعني سامحوني لو هتكلم فيها شويه، لان احنا كلنا شفنا اللعبه بتاعه موسيس اللي هو المهاجم النيجيري لفريق طلائع الجيش في نهايه الشوط الثاني كده، طبعا كلنا قلبنا وقع في رجلنا يعني، لان في اول وهله كده ما تاخدش بالك هو لعب الكره بدماغه ولا بايده يعني. بس هو لما رجعت الفار والناس والكره اتعادت وكلام من ده، بما ان مثلا ناس كتير كانت بتتفرج على التلفزيون، فالراجل حاطط الكره بايده يعني، الموضوع ما فيهوش اي نقاش، ما فيهوش اي جدال، ما فيهوش اي يعني نوع من انواع فيها وعليها، لا اهي اللعبه قدام حضراتكم، الراجل حاطط بالكره بايده بيقول يا جماعه بصوا انا هلعب الكره بايدي اهو، واخدين بالكم بصوا اهو ايدي اهي، انا بلعب الكره بايدي بدخلها في الجول. لكن للاسف الشديد، للاسف الشديد اهي الكره بص قدام حضراتكم واضحه وضوح الشمس يعني، هو يا جماعه انا بلعب كره يد في اللقطه دي، انا بلعب كره يد مش بلعب كره قدم. لكن الغريب في الامر ان يطلع ناس تقول لك او تحاول ان هي تطلع لك مبررات اللي هي من خلالها تقدر تحسب الهدف ده، يعني يحاول يقول لك ايه لا هو اصله ممكن يتحسب عشان اصله هو مش عارف عمل ايه. ما والله مش عارف يعني هم بيجيبوها ازاي او بيفكروا ازاي او العقليه دي وصل لحد فين، مش قادر افسر يعني. هل يا جماعه في حد يصدق ان ممكن هدف يتم احرازه باليد يتحسب نظرا لوجهه نظر تحكيميه اخرى، او بتبقى محتاجه نوع من انواع الجدل او نوع من انواع وجهات النظر مثلا يعني؟ هل ممكن نشوف خبراء تحكيم يطلعوا يقولوا لك خلي بالك اصل هي من هنا مش باينه ان هي في ايده، اصل من هنا لا باينه ان هي في ايده، اصل هي ممكن تتحسب حتى لو حطيتها بايده عشان اسباب كذا وكذا وكذا، هل في كده؟ للاسف الشديد احنا وصلنا للمرحله دي، البعض بانتماءات مختلفه عن النادي الاهلي بيحاولوا بشكل او باخر ان هم يقنعوا الناس بالعافيه ان حتى لو موسيس حط الكره بايده لازم تتحسب، ليه؟ اصل هو جون في الاهلي مالناش دعوه، لو جون في اي نادي تاني ما تتحسبش. فبالذات ما ده منطق يعني، انتوا متخيلين احنا وصلنا لانهي مرحله يعني؟ وبعدين ايه يحاول يقول لك اصل بص الحكام بتحتوي النادي الاهلي، ما بلاش كلمه احتواء مع الاهلي، بلاش كلمه احتواء مع الاهلي، احنا عارفين كلنا حته الاحتواء دي وايه اللي حصل والكواليس بالظبط اللي حصل فيها ايه يعني. فانت عايز تنقل المصطلح توديه ناحيه النادي الاهلي حتى لو مش، حتى لو رايك انت مش على حق خالص، رايك غير منطقي بالمره، صعب قوي يعني، صعب جدا. ف
فمش عايز اقف عند الحته دي كتير عشان ما اديهاش حجم اكبر من حجمها، بس لازم نوعي الناس بصراحه، لان والله اللي بيحصل ده تشويه لعقول البعض بالتحديد من الاجيال الجديده يعني للاسف الشديد.